التخفيف من آلام المريض وإعطاه الطاقة الإيجابية للتغلب على المرض واجب وتحدي تمتهنه ملائكة الرحمة في المستشفيات والمرافق الصحية. من هذا المنطلق اختار الشاب المواطن ماجد الحمادي مهنة التمريض ليتخصص بها وتبدأ خطواته الواثقة في خدمة بلاده بهذا القطاع الذي يحتاج إلى القوة والصبر وطول البال. دخلت التمريض عشان هي مهنة إنسانية وأنا إنسان أحب أساعد الناس وأسعى للخير وأشوف عيال بلادي وكولد البلاد أحب أساعد الشياب وأحب أساعد الأطفال وأحب أساعد كل أي شخص يدخل باب المستشفى يحتاج المساعدة أنا أكون في عونه مهما كان جسديا ولا معنويا. تفرد ماجد بكونه الممرض المواطن الوحيد في كادر مستشفيات شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة ويبدأ يومه بروح عالية للاحتكاك بالمرضى والتخفيف عنهم ومساعدتهم بروح معنوية عالية حتى يتماثل الشفاء، فضلا عن حبه لهذه المهنة الإنسانية والتي تكسبه المزيد من الخبرة بالمجال الطبي. فمنذ دخوله إلى غرفة العمليات يقوم بالتحضير للعمليات ومساعدة الكادر الطبي لإتمامها بنجاح. التمريض مهنة إنسانية وتحتاج الصبر، وكابن البلاد وأدعو أولاد بلادي وبنات بلادي يدشون المهنة لأنها مهنة غيرت مجرى حياتي ومهنة إنسانية وما في مهنة أبدا شفتها تحتاج القوة والإرادة كمهنة التمريض. هذا وتقوم وزارة الصحة بخطط لتعزيز جاذبية مهنة التمريض ودعم برامج التوطين فيها بهدف تشجيع الشباب على الالتحاق بها وزيادة نسبة المواطنين حسب مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لما تحتاجه الدولة من الشباب المواطنين في هذا القطاع. مهنة إنسانية وصفت كوادرها بملائكة الرحمة، من هذا المنطلق قرر ماجد الالتحاق بهذه المهنة التي تحمل في مجالاتها العديد من التحديات للنهوض بحياة الإنسان. هبة صالح، علوم الدار، أبوظبي.